إذا السؤال 4، حدد تمثيل بارامتري لدلتا المار من أ والموازي لدي. دونك حنا بغينا تمثيل بارامتري، المعادلة راه بسيطة درنا بحالها، دونك دابا نشوفوا تمثيل بارامتري. قلنا كما قلت لكم من قبل أنه باش نقدر نحدد واحد تمثيل بارامتري ولا معادلة ديكارتية كتخصني نقطة ومتجهة موجهة، ضروري نقلب عليهم. إذا غنشوفوا هنا هاد دلتا واش عندنا شي معلومات عليه. عندنا دلتا مار من أ، هو مار من أ، ها المعلومة الأولى، راني لقيت النقطة ياك، تقدر تكون أ تقدر تكون بي سي دي، المهم مش شغل، المهم نقطة، ها راني لقيت نقطة. شنو باقي لي؟ باقي لي المتجهة الموجهة، ونشوفوا المعلومات اللي عليه واش كيعطونا متجهة موجهة ولا لا. موازي لدي، شنو كتعني موازي لدي؟ يعني دلتا موجه، إذا كان عندي جوج مستقيمات متوازيين، إي موجه على هذا، راه موجه حتى لهذا، حيت راهم متوازيين، متفقين؟ يعني موجه بالمتجهه الموجهه ديال دي، والمتجهه الموجهه ديال دي هي دبليو في، وشنو عندها؟ عندها دي، هو عندها 3 ناقص 1. الوغ علاش؟ لأن دي ودلتا متوازيين، دونك عندهم نفس المتجهه الموجهه، أي متجهه موجهه لدي راها موجهه أيضا لدلتا، حقاش متوازيين، عقل على الفكرة. ملي كيكونوا جوج مستقيمات متوازيين راه اي متجهه موجهه لواحد فيهم راه موجهه للاخر، مزيان. علاش انا كنقلب على المتجهه الموجهه؟ لان قلت لكم دائما، اسمع هذه الجمله مهمه، دائما ملي يطلب منك معادله ديكارتيه ولا تمثيل بارامتري خاصك تدبر على نقطه ومتجهه موجهه، دبر عليهم بالمعطيات صافي. دابا انا دبرت على النقطه ودبرت على المتجهه الموجهه، ياك نرسم واحد الشكل توضيحي دائما. هو دلتا مار من أ وموجه بدبليو في، موجه بدبليو في، هذا هو دلتا ديالي، ياك. يعني إذا كانت واحد النقطة آم عندها إكس إيكغيك تنتمي دلتا، ماذا تحقق؟ ماذا تكافئ؟ إذا كانت آم تنتمي لهاد دلتا، نشوف راه آم ودبل في مستقيميتين، يعني آم و مستقيميتين، واسمع هنا مزيان، هنا اللي كيوقع الخلط الكلام. إذا كانوا مستقيميتين كيعني جوج حوايج، ها هما الملخص قدامكم. إذا كان عندي جوج متجهات مستقيميتين كتعني جوج حوايج، كتعني أن الديتيرمينو ديالهم كيساوي صفر، وكتعني أن وحدة بهم كتساوي تي في الأخرى. كنخدم بهذه ملي كنبغي معادله ديكارتيه، وكنخدم بهذه ملي كنبغي تمثيل بارامتر، عقل مزيان. كنخدم بهذه ملي كنبغي معادله ديكارتيه، وكنخدم بهذه ملي كنبغي تمثيل بارامتر. دابا شنو بغيت انا؟ بغيت تمثيل البارامتر، يعني غادي نخدم بهذه الفكره. مستقيميتين كتعني هذه، كتعني ان في اللي هي ام كتساوي تي في دبليو في، بحيث تي عدد حقيقي، يعني اي تي عدد حقيقي راه يحقق هذا الشيء، متفقين؟ كيف ما كانت دي واحد زوج ناقص 4 5 على 6، اي عدد انت عطيت له اي قيمه غتبقى هذه العلاقه صحيحه، صحيح؟ هذا هو المعنى ديالها. علاش كيكتبوا كتير تنتمي لها؟ يعني لكل الاعداد الحقيقيه فان هذه العلاقه صحيحه. يعني شنو قرينا في 9؟ الا كانوا جوج متجهات متساويين، يعني عندهم نفس الاوفصول ونفس الاورتو، يعني واشنو؟ شنو هو الاوفصول نتاعها؟ اكس ام ناقص اكس ا، اكس ام هي اكس ا، واشنو عندها؟ زوج. الاوفصول ديال هذه هو تي في الاوفصول نتاع دبليو في، الأوفصول تاع دبليو في هو 3 في تي، يعني 3 تي. ثم الأورتو تاع هذه إيكراك إم ناقص إيكراك أ، إيكراك إم هو إيكراك ناقص إيكراك أ هو 3 تساوي تي في إيكراك دبليو في، تي في الأورتو تاع دبليو في هو ناقص 1، يعني ناقص 1 في تي، يعني ناقص تي، والتي عدد حقيقي. إذا بكل بساطة دلتا غادي نجيب هاد الزوج من هنا، تولي إكس تساوي 2 زائد 3 تي، ثم نجيب 3 من هنا، إيكغيك تساوي 3 ناقص تي، تي ينتمي إلى آر. إذا الأمور بسيطة واضحة. إذا السؤال 5 والأخير، هل دي ودلتا متقاطعة؟ دابا أغلبية كيقرا السؤال يقول هذا السيد اللي طرح التمرين راه يعني نسى ولا سها ولا سبحان الله، ولكن لا، شوف اسمع مزيان، قال لك ودي دي عفوا دلتا موازي لدي، ودابا قال لك واش متقاطعة؟ دي ودلتا واش متقاطعة؟ متوازيان راه كاين جوج حالات السي محمد، راه كاين متوازيان قطعا، وكاين منطبقان واحد فوق واحد. هو كيقول لك واش منطبق؟ هل متقاطعان؟ يعني هل منطبق؟ لماذا؟ لأنهما غير متقاطعان بهذه الطريقة. إذا كانوا غير متقاطعان في نقطة واحدة، راهما متقاطعان في كل النقاط. يعني راهو منطبقة، متفقين؟ يعني هو كيقول لك واش كاين هاد الحالة ولا كاين هاد الحالة، يعني هل متوازيان قطعا أم منطبقان؟ علل جوابك. دونك هاد الحالة راه ما كايناش 100%، صحيح؟ يعني إما هاد الحالة إما هاد الحالة، دونك غنشوف واش هاد الحالة ولا هاد الحالة، غنشوفو حنا مزيان. دونك غنبداو نجاوب. أولا غادي نبين بأن هاد الحالة ما كايناش، دونك لدينا دي ودلتا
متوازيان يعني لا يتقاطعان في نقطة وحيدة، يعني ما كيتقاطعوش في نقطة واحدة، راه يقدر يكون إما متوازيان قطعا أو منطبقان، ولا نقول يعني متوازيان قطعا أو منطبقان، إما قطعا أو لا منطبقا، هذه هي معنى ديال المتوازيان، يعني إما متوازيان قطعا ولا منطبقا، باش نبين أنهما غير يعني مثلا منطبقة خصني نشوف واش كاين شي نقطة مشتركة بيناتهم. دابا راهم متوازيين فوقاش يكونوا منطبقين، متوازيين يكونوا منطبقين لكن غير نقطة واحدة مشتركة بيناتهم، ونشوف واش كاين شي نقطة مشتركة بيناتهم، نكوا ونشوف واش نقطة مشتركة، شي نقطة ديال دي مثلا أولا دلتا، أ تنتمي لدلتا، غادي نشوف أ واش تنتمي لدي، دونك باش نعرف أ واش تنتمي لدي كنجربها في المعادلة ديال دي، هذاك الشيء علاش خليت أنا المعادلة، كنجربها، إكس أ زائد ثلاثة إيكغراك أ ناقص خمسة تساوي، غنعوض خصني، إلا لقيت صفر راه أ كتنتمي حتى لدي يعني راهم منطبقين، إلا ما لقيتش صفر راه أ ما كتنتميش لدي يعني راهم متوازيان قطعا يعني لا يتقاطعان أبدا، مزيان، إذا إكس أ شحال هي؟ زوج، ثلاثة إيكغراك أ، ثلاثة في ثلاثة تساوي. ناقص 5 علاش 3 في إكراك يعني 3 في 3 صافي تساوي نحسبها ونشوف شحال تساوي 2 جاي 9 11 ناقص 5 تساوي 6 6 تخالف الصفر شفتو إذا أ لا تنتمي إلى دي متفقين لا تنتمي إلى دي أي إذا كانت لا تنتمي إلى دي وكتنتمي لدلتا يعني كتنتمي لدلتا وما كتنتميش لدي ودي ودلتا متوازيين يعني راهم متوازيان قطعا إذا دي ودلتا لا يتقاطعان ابدا يعني متوازيان قطعا متوازيان قطعا هذه الحاله يعني اذا سالينا هذا التمرين اللي عطينا لكم في عده اجزاء علاش باش التلميذ يعني من خلال الصوره ديال الفيديو يعرف المحتوى ديالو واذا كان محتاج داك الشيء يدخل يشوف اذا كان ما محتاجش بلا ما يدخل الفيديو يضيع وقته هذه من ناحيه من ناحيه اخرى نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التحليل اللي كندير للتمرين ماشي كنعطيكم غير الجواب وانما كنعطيكم التحليل وكل التمارين اللي كنصحوها حنا ان شاء الله راه بهذه الطريقه وراه كاينه في موقع رياضيات المستويات مع شرح الدرس كذلك بهذه الطريقه تحليليه منطقيه مبسطه لكي يستطيع التلميذ ان يستوعبها وشوف ولدي ولا بنتي واخا جاتك الطريقه اللي كنشرح بها شويه صعيبه لان بعض التلاميذ اللي مولفين ديك الطريقه نتاع التمارين حفظ التمارين ودير بحالو غيلقاو صعوبه باش يتبعوا معايا ولكن تبع معايا 5 6 الفيديوهات غتندمج معايا وان شاء الله غتبقى الرياضيات تجيك بحال متعه تبقى تتمتع في ماده الرياضيات وهذا الشيء بتجربه الحمد لله وما تنساوش تسجلوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وزر الجرس باش توصلوا اي جديد ورحنا معكم ان شاء الله حتى تديو البكالوريا ديالكم وتحياتي والله عاوننا معكم